أستاذ ماهر، لعلك تكون قد استمعت إلى ما جاء في هذا التقرير، ولكن أسألك حول كيف تقرأ تداعيات زيارة جارد كوشنر لمنطقة الشرق الأوسط والزيارات التي قام بها وسوف يقوم بها مستقبلا أيضا؟ لا، بداية لا شك أن هذه الزيارة ربما هي الزيارة الأبرز بتقديري، لا سيما إذا عرفنا أنه في هذه الزيارة يتم عمليا يعني طبخ صفقة القرن على نار حامية وليس على نار هادية، وكما يقال عندكم بالمصري عمليا يتم الآن التشطيبات النهائية لهذه الصفقة ضمن البلدان الأربعة التي أستطيع أن أقول أهلها أنها تعتبر عرابة لهذه الصفقة، سواء السعودية أو الأردن أو حتى مصر أو حتى الإمارات العربية المتحدة، وأيضا المستفيد الأساسي من هذه الصفقة لا شك هو الكيان الصهيوني. لذلك أعتقد أن هذه الزيارة هي زيارة مميزة بما يحمل كوشنير وما يحمل جرينفيلات من يعني دعني أقول تنضيج لهذه الصفقة مع هذه الأطراف المختلفة، ومن يعني إسقاط لهذه الصفقة على أرض الواقع مع كل من هذه الأطراف. ولا شك هناك طريقة للتعاطي مع كل طرف من هذه الأطراف، أنا أعتقد أنه يتعاطى مع الأردن بطريقة، ويتعاطى مع مصر بطريقة، ويتعاطى مع السعودية بطريقة، وكل طرف من هذه الطرف يتعاطى معه بأسلوب معين، البعض يتعاطى معه بأسلوب التهديد والوعيد، البعض يتعاطى معه بأسلوب الابتزاز، والبعض يتعاطى معه بأسلوب أنني أريد منك أن تصمت وتبرر هذا الأمر، بمعنى هناك يعني ما يسمى بطريقة الترغيب والترهيب لكل هذه الأطراف حتى تمر صفقة القرن.